実は私、عملت لدى باناسونيك لمدة 30 عاما، حيث شاركت في السنوات السبع الأخيرة في مشروع يساهم في التقليل من الاحتباس الحراري. أنا شخصيا مسرور جدا لكوني أحدث هذا التغيير. أقام النموذج الأولي في منزله، وهو عبارة عن محطة توليد صغيرة منزلية، إنها نوع من خلية توليد وقودية. مقارنة بتركيب خلية شمسية على السطح، هذه ليست مسألة عظيمة. طبقاً للدليل، فإن الخطوط الأفقية خارج الصندوق تستدعي صورة خشبية يابانية تقليدية. قد يكون هذا نوعاً من الاسترسال، أما الشيء الياباني الحقيقي فهو ما يدور في الداخل. إنها ورشة تكنولوجية كبيرة، يجري تركيب كل شيء بدقة متناهية في غرف عالية النظافة بمصنع في كيوتو، ويتعلم في مكان قريب تحت إشراف حاسوب سريع الحساسية أحد المتدربين على جمع خلية وقودية يدوياً، وهي واحدة من الصناديق الأصغر حجماً خارج المنزل. عليه إتقان عمله بدقة متناهية لئلا تمتزج الغازات القابلة للتفجير داخل الوحدة. يضخ غاز الميثلين الشائع أو غاز الروضات الحدائقية ويحول إلى الهيدروجين الذي تحتاج إليه الخلية، والذي يمتزج بعد ذلك بالأكسجين من الهواء بوجود مادة حافزة، فيتحول المزيج إلى ماء وكهرباء يجران إلى المنزل. وما دور الصندوق الكبير إذن؟ إن المنتج المشتق من توليد الطاقة هو الحرارة، فبدل تبذير الحرارة في الهواء تمرر إلى الصندوق الكبير الذي يقوم بدور سخان مياه ضخمة، وكذلك تجر المياه الساخنة إلى المنزل مباشرة. لا تبدو الصناديق الفخمة في الخارج على ذات أهمية تذكر، لكن الذكاء في المسألة أنها تشكل فرقاً كبيراً. حالما تنظر إلى لوحة التحكم الصغيرة المعلقة على الحائط تدرك عنها ماذا يدور. لا تقوم اللوحة بالتحكم بالصناديق في الخارج فحسب، بل تعطيك فكرة عما يدور حقاً. تظهر كمية الكهرباء المولدة ومدى حرارة المياه الساخنة، وتظهر أيضاً كمية ثاني أكسيد الكربون التي وفرتها على هيئة أشجار وأغصان صغيرة. أستطيع معاينة كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون، والكمية التي أوفرها تظهر على هيئة عدد أوراق الأشجار على اللوحة. أستطيع التأكد من التأثير الإيجابي على البيئة. أستطيع كذلك أن أرى الفرق الكبير الذي أحدثه في هذه المسألة. الفائدة الكبيرة للنظام هي أنه شديد الفعالية، ويعني تقليل كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون. من ناحية الطاقة، هناك توفير حوالي 22%، وأما من ناحية انبعاث ثاني أكسيد الكربون فهناك توفير بمعدل 37%. باستخدام الخلية الوقودية نزيد فعالية الطاقة مرتين. يهدف المشروع إلى إنزال 100,000 وحدة إلى السوق في غضون العقد المقبل. تبدو الفكرة واقعية، لم يحدد السعر بعد، لكن مع مزيد من المشتريات تأمل الشركة تخفيض السعر إلى حوالي 6,000 دولار للوحدة. لم يقل أحد إن إنقاذ العالم سيكون رخيصاً. من المطمئن أنه حتى خلال تقاعده المريح ما زال صانع التغيير يؤدي دوره في مواجهة التغير المناخي.